هذا الخبر صار من أيام كل هذا تتكلم عن هذا الموضوع، وإجا اليوم أنه إحنا لازم نحكي بالموضوع لأن كثر بأكثر من مكان ببغداد. 1000 دينار سعر اللتر من مادة البنزين السوبر، تم تفعيله في عدة محطات تزويد الوقود ببغداد. لهنا الخبر مو جديد، هواية ناس عرفت من تروح تخلي بنزين لسياراتها، عرفت انه اكو شيء اسمه سوبر، وهذا السوبر بألف دينار اللتر الواحد. اقصد الجديد بالموضوع طلعت السالفة، او ما حسب ما حللها الناس والشعب وكل شخص يمتلك سيارة. بصراحة البارحة قرينا هواية من التعليقات للناس، فكان التحليل هو انه الدولة تريد ترفع سعر البنزين المحسن، هنا يعني تخاف من ردة فعل الشارع. ممكن يعني طلعوا باقتراح انه البنزين نسميه سوبر ونسوي شويه الاوكتان مالته اعلى من المحسن، والسواق راح يجربون وهم يحكمون انه الاوكتان عالي فالسياره ما يصير لها شيء، والبنزين اوكي يفيد السياره السوبر، يعني البنزين السوبر هنا اقصد. طبعا بعد فتره اللي راح يصير راح يلغى المحسن ونبقى او تبقى المحطات بس السوبر والعادي. هنا الناس راح تفول سوبر بالسعر اللي تريده المحطات او الجهات اللي مسؤوله عن المحطات، يعني وممكن كلش ممكن وكلش طبيعي انه الاوكتان يشيلوه من البنزين السوبر ويصير المحسن هو نفسه سوبر ويبقى الاسم ثابت، هو السوبر بس هو محسن، يعني المحسن يكون هو العادي والسوبر يكون هو المحسن القديم اللي كان موجود بالمحطات. خلونا نرجع نشوف مرة ثانية صورة من إحدى محطات تعبئة البنزين ببغداد، مكتوب أنه الكابينة مال البنزين أو مكان التفويل مال البنزين والبنزين سوبر بألف دينار. هواية ناس كانت ضد 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 هذا الموضوع، تكلفة عالية، يعني اللي يريد يفول 10 لترات ب10,000، 20 لتر ب20,000. فهنا الناس دا تناشد انه هذا السوبر يشال او تكون الكلفة مالته أقل من 1000 دينار. عندنا تعليقات لهذا الموضوع، كانت التعليقات كثيرة وكانت أغلبها انه هم ما يريدون ويريدون يفعلون هاشتاج انه يلغى السوبر من المحطات ببغداد. خلونا نشوف اولى تعليقات شنو قالت. يعني مختصر الحكي انه المحسن صار نفس العادي. هو بالضبط بالضبط هذا اللي صاير بالسالفه كلها، المحسن صار عادي والسوبر هو نفس المحسن القديم. نشوف تعليق اخر للموضوع واخير. فولت سوبر السيارة كانت معوقين صارت حرة. الله شنو هاي؟ كنا لعد راح نروح نفول بهالطريقة هاي، بس قل لنا المحطة اللي فولت من عدها حتى تتحول المعاملة مال السيارة. أكيد من باب المزاح هذا الموضوع، فيعني نتمنى من الجهات المعنية والجهات المسؤولة عن المحطات أنه تسمع للناس أو تسمع مناشدات الناس بكل مكان دي يتكلمون عن موضوع السوبر وكلفته العالية للمواطن العراقي. يعني كثير ناس راح يكون عبء عليها تفويلة البنزين كله في سبيل أنه يعني ارتفاع يصير بالبنزين أو بأسعار البنزين، لكن هذه مناشدة وعلى لسان المواطنين أنفسهم أنه يريدون المحسن والعادي نفسه يرجع مثل قبل، ما يريدون السوبر. أو ممكن اقتراح يكون أكو ببعض من المحطات، محطات ببغداد أنه بيها سوبر، اللي يريد عالي الأوكتان ناصي الأوكتان بكيفهم بعد، بس محطات مو يكون قانون على كل المحطات ولازم كل المحطات تسوي السوبر وتلغي المحسن.